واحد بيقول عند وفاة احد الاقارب في بعض مناطق الصعيد في فترة 40 يوم الشبان يطلقون اللحية يربوا دقونهم، يعني هل لها مبرر في الكتاب المقدس؟ لا طبعا. هو في ناس يعني من ناحية الحزن ما بيحلقش دقنه على اعتبار ان حلق دقنه نوع من الوجاهة والتزين، وهو حزين فبيسيب شعر لحيته، كلام يعني لا ود ولا جد. الحزن يكون حزن في القلب، مش الحزن ان هو يطلق لحيته. طب يعني لما ينتهي ال40 يوم ويحلق دقن يبقى بطل حزن على قريبه وخلاص بقى فرحان؟ ملهاش معنى.